وللمزيد من المتابعة أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي كمال ريان. أستاذ كمال، بعد تحية، قراءتك ومتابعتك لإقرارات مجلس النواب لتعديلات الوزارية والتي شملت 13 حقيبة. نعم، يعني هو طبعا هذا هو التعديل الثاني الواسع في، وهو التعديل الأوسع أيضا في أو الأكبر في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي. يمكن كان في ديسمبر 2019 كان في تعديل شامل 10 وزراء، لكن هذا هو التعديل الأكبر، احنا بنتكلم عن 13 حقيبة وزارية. الحقيقة يعني يمكن استعير ما ذكره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أن التعديل جاء بهدف تطوير الأداء الحكومي في ملفات هامة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وايضا يعني في ملفات تمس بشكل مباشر الخدمات المقدمه للمواطن المصري، والذي اكد السيد الرئيس اننا نعمل جميعا من اجله. الحقيقه طبعا يمكن الجانب الخدمي كان غالب على التعديل، احنا بنتحدث عن 7 وزارات خدميه، بنتحدث عن التعليم، بنتحدث عن التعليم العالي، بنتحدث عن الصحه، بنتحدث عن المصريين في الخارج، وبنتحدث عن التنمية المحلية، ويعني كلها ملفات مهمة جدا جدا يعني. ويعني يمكن ما يميز هذا التعديل انه يجمع ما بين الخبرة وما بين العنصر الشباب، يعني الحقيقة يعني من تولوا الحقائب هم متمرسين في مجال عملهم، في مجال الحقائب التي تولوا مهمها، تولوا مهام سابقه مرتبطه بمجال عملهم. فاعتقد انه يعني ان شاء الله هذا التعديل هيؤدي الى تجديد للدماء والى دفعه كبيره للعمل الحكومي لخدمه المواطن المصري. الى اي مدى ذلك من الممكن انه يتحقق خلال الفتره القادمه مثلما اكد السيد الرئيس، ومثلما ذكرت ايضا استاذ كمال انه التعديل الوزاري هدفه الرئيسي هو تطوير الاداء الحكومي في الكثير من الملفات الحيويه، الملفات الهامه على الصعيدين الداخلي والخارجي، والتي تسهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وأيضا بتمس بشكل مباشر الخدمات المقدمة للمواطنين. كيف يمكن من وجهة نظرك للحقائب الوزارية الجديدة أن تحقق ذلك؟ نعم، بالتأكيد طبعا الحياة زي ما قلت الوزراء اللي بيتولوا المسؤولية الجديدة وزراء متمرسين في الملفات والمهام اللي كلفوا بها، وده يمكن يجعل ان هم مش محتاجين ياخذوا وقت لدراسة هذه الملفات، هم موجودين ومتمرسين فيها وكلهم خبراء، ومنهم من كان يتولى الكثير من المهام في مجالات عملهم. فبالتاكيد ده هيجعل ان شاء الله الانجاز سريعا، لان هم عندهم الملفات دارسينها جيدا، كانوا بيعملوا في ملفات تتعلق بمجالات عملهم، فاعتقد ده هيحقق سرعه في الانجاز، وان احنا ان شاء الله قريبا نرى تطوير كبير في الملفات المهمه جدا. مره اخرى اكرر انها ملفات في منتهى الاهميه للمواطن المصري، سواء التعليم او الصحه او التنميه المحليه وغيرها. فاعتقد ان شاء الله ان هم يعني هيعملوا على الفور، واننا نرى كما اكد السيد الرئيس ان شاء الله تطور كبير في العمل الحكومي في الملفات اللي بتهم المواطن المصري في المجالات اللي شمالها التغيير. اشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي كمال ريان، شكرا جزيلا على هذه المشاركه.